الكلمة الآن لمعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس القمة العربية 29، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأخ أحمد أبو الغيطة من عام جامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقف أمامكم خاطباً جمعاً كريماً من قادة دولنا في محيطها العربي والإسلامي، ومن هنا في بلاد الحرمين الشريفين قبلة المسلمين، المملكة العربية السعودية، الدولة التي زرعت منظمة التعاون الإسلامية بذرة ورعتها فكرة واحتضنتها ثمرة وحولتها إلى منصة جامعة للتعاون على ما فيه خير العالمين العربي والإسلامي، تنتظم فيها 57 دولة من مغرب الأرض إلى مشرقها، يسكنها 1.7 مليار مسلم. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن منظمة التعاون الإسلامي والدول العربية ثلث أعضائها تشارككم همومكم واهتماماتكم وطموحاتكم في عالم تسوده المحبة والأمن والسلام، كيف لا، وديننا الإسلامي دين المحبة والرحمة والإخاء والتسامح والعيش المشترك، خلاف ما تروج له شرذمة ضالة خرجت عن جادة الإسلام الحق، الإسلام الذي صدع به نبي الأمة وهادي البشرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. من هذه الديار المقدسة شرذمة جعلت من الإرهاب منهجاً، ومن التطرف عقيدة، ومن القتل والتدمير غاية، وأحمد الله أن دولنا تنبهت لخوارج العصر فانبرت لهذا الشر المستطير بأساليب أمنية وأخرى عصرية نالت إعجاب العالم من خلال مراكز ومؤسسات فاعلة مثل الأزهر الشريف ومركز اعتدال ومركز هداية وصواب ومركز صوت الحكمة وغيرها مما تتبناه دولنا الأعضاء التي تنادت لمحاربة هذه الظاهرة تعاطفاً وتمويلاً، وذلك بتبني خطاب إسلامي صافي يناهض نزعات التطرف ويدحض حجج دعاة الإسلاموفوبيا ومروجي كراهية الأجانب. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تأتي القضايا العربية في مقدمة اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي، وفي هذا السياق فقد أصدرت المنظمة قرارات وبيانات متواصلة تدين استهداف المملكة العربية السعودية وأراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بصواريخ الحوثي ومن يمده بالسلاح، وذلك انطلاقاً من ميثاق المنظمة. كما تتصدر القضية الفلسطينية اهتمامات منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة قراراتكم المتواصلة بدعم هذه القضية العادلة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفق المبادرة العربية وحل الدولتين وتبني القرارات الأممية ذات الصلة. كما تأتي أيضاً الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا على ذات الدرجة من الأهمية، مؤكدين على القرارات التي صدرت في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والقرارات الأممية ذات الصلة. وفيما يخص العراق، تسعى المنظمة جاهدة مع الحكومة العراقية لدعم مسيرة الاستقرار والمصالحة الوطنية بعقد مؤتمر مكة 2 خلال هذا العام، إضافة إلى قضايا أخرى مشتركة صدر بشأنها قرارات من المنظمة مثل قضايا مسلم الروهينجا والأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية والوضع في أفغانستان، حيث تتواصل جهودنا مع حكومة كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان لعقد المؤتمر الدولي للعلماء حول أفغانستان باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز أسس السلام وتوفير سبل المصالحة الوطنية في أفغانستان. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، غير أن هذه الظلمة القاتمة التي تحيط بالفضاء الإسلامي لا تحجب رؤيتكم الصائبة وحكمتكم المشهودة
ولا تشغلكم عن معركتكم الحقيقية، معركة التنمية الشاملة ومجاراة متطلبات العصر وطموحات شعوبكم التواقة لغد أفضل، غد يتيح لشباب الأمة أملا في كرامة لا تهان وعيش كريم مصان، وما ذلك على عزائم القادة العظام من أمثالكم بعزيز. رفع الله الغمة عن الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.